بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدينا في باقة أفكار، أهلا وسهلا بكم معانا النهاردة في تجربة جديدة. كلنا بنعرف الذهب الأصفر وإنه شيء ثمين جدا وبتقدر به ميزانيات الدول، وسمعنا عن الذهب الأسود اللي هو النفط أو البترول وأحيانا تقال على الفحم، لكن الذهب الأخضر هو مين؟ الذهب الأخضر ده حاجة من اتنين، يا إما نبات الجوجوبا يا إما نباتنا النهاردة ده. نباتنا النهاردة ده حكاية، ليه استخدامات كتيرة جدا. أول حاجة بنستخرج منه خيوط وأقمشة فاخرة جدا، بنستخدمه في إنتاج الحبال والدبارة وصناعة أوراق العملة البنكنوت وفلاتر السجاير وأقمشة قلوع المراكب وإنتاج الخشب الحبيبي، إنتاج زيت للطعام، إنتاج زيوت للورنيش، إنتاج زيوت للبويات، كمان أصباغ، وما ننساش نصيب الحيوان لأن إحنا بنعمله منه كسب. تفتكروا نباتنا ده هو إيه النهاردة؟ يلا نتعرف عليه. نباتنا النهاردة هو نبات الكتان، تعالوا نشوف النبات. نباتنا الجميل ده عرف من أكثر من 5000 عام في وادي النيل على يد قدماء المصريين اللي اهتموا بزراعته وإنتاجه واستخدام خيوطه في عملية التحنيط ودفن الموتى. ويمكن ده بيميزه عن بقية النباتات هم ليه استخدموه. حتى احنا في استخدامنا العادي بنستخدم خيوط الكتان في أعمال السباكة وتركيب الأدوات الصحية لأنه بيمنع تسريب المية، ويمكن ده أحد أسرار استخدامه. النبات شكله المورفولوجي بيقول إنه هو قائم النمو، له ساق رفيعة جدا اهي بتتفرع من القمة أو القاعدة. النبات الأوراق بتاعته رمحية الشكل اهي شكل الرمح، الأزهار لونها أزرق أو بنفسجي فاتح رائعة الجمال. وعشان كده فيه بعض من هواة نباتات الزينة بيزرعوه زيه زي نبات كتان الزينة بالظبط في أحواض كنبات زينة. ده الشكل المورفولوجي أو الخارجي للنبات. كمان بنشوف الثمار اهي عبارة عن كبسولة مليئة بالبذور بعد النضج، دينا عدد لا بأس به من البذور في كل كبسولة. طيب تعالوا نشوف بقية معلوماتنا عن النبات. النبات حولي شتوي بيتراوح طول الساق فيه من 50 إلى 120 سنتي حسب الصنف، سمك الساق من 1.5 لـ2 ملم. التفرع في الكتان يا إما قمي وقاعدي في الأصناف اللي بناخد منها الزيت، أو قمي فقط في الأصناف أو الطرز اللي احنا بناخد منها الألياف. من الأصناف الشائعة في مصر منه جيزة 7، جيزة 8، سخا 1، سخا 2. ميعاد زراعة النبات، أنسب ميعاد لزراعة الكتان هو النصف الأول من شهر نوفمبر. التأخير عن كده بيؤدي إلى نقص محصول القش والبذور. أما التربة المناسبة لزراعته فهي التربة الخفيفة الطينية أو الصفراء الثقيلة، تكون متجانسة الخصوبة، جيدة الصرف والتهوية، خالية من الأملاح وبذور الحشائش ومسببات الأمراض. وبيفضل في زراعته اتباع دورة ثلاثية. تجهيز الأرض للزراعة إن احنا بنحرسها مرتين متعامدتين، وبعدين بنشمس الأرض ونزحف بعد كل حرسة وننعمها كويس جدا، لأن البذور الخاصة بيه خفيفة، فيهم إن احنا تبقى الأرض منعمة جدا للزراعة.
كمية التقاول اللي زمان زراعة فدان من الكتان بتتوقف على طريقة الزراعة. إذا كانت الزراعة بالسطارة فالفدان بيحتاج 70 كيلو جرام، إذا كانت الزراعة النسري يدوي فالفدان بياخد حوالي 80 كيلو جرام من البذور. لو احنا اتكلمنا عن بذور الكتان، الفدان بينتج حوالي 500 كيلو جرام من البذور. بنستخدم البذور لإنتاج زيوت الطعام أو زيوت البويات أو الورنيش بعد غلي الزيت في الاستخدام. بيسمى زيت الكتان الزيت الحار، ويعرف بفوائده الطبية العديدة مثل علاج أمراض القلب والحد من مخاطر أمراض الزهايمر، لأنه بيقوي الذاكرة. ده النبات بعد ما وصل عمره لحوالي 3 أسابيع من بداية الزراعة، ارتفاع النبات وصل لأكثر من 20 سنتيمتر. بالنسبة لري الكتان، هو من أقل المحاصيل الشتوية احتياجا للمية. بيحتاج طول فترة النمو من 5 إلى 6 ريات من المية خلال الموسم في الأراضي القديمة، وبنروي كل حوالي 20 إلى 25 يوم. يهمني جدا إن أنا ما أعطش النبات خلال فترة النمو، خاصة فترة النمو الثمري. بمنع الري قبل الحصاد بمدة 2 أسبوع. ده يهمني جدا في ري الكتان، او دي اهم النقط الاساسية في ري الكتان. لو احنا اتكلمنا عن بذور الكتان، الفدان بينتج حوالي 500 كيلو جرام من البذور. بنستخدم البذور لانتاج زيوت الطعام او زيوت البويات او الورنيش بعد غلي الزيت في الاستخدام. بيسمى زيت الكتان الزيت الحار، ويعرف بفوائده الطبية العديدة مثل علاج أمراض القلب والحد من مخاطر أمراض الزهايمر، لأنه بيقوي الذاكرة. بالنسبة للتسميد في الأراضي القديمة، الفدان بيحتاج 100 كيلو جرام سوبر فوسفات، 45 لـ55 وحدة أزوت، 50 كيلو جرام سلفات بوتاسيوم. بضيف السماد على 3 دفعات، أول مرة قبل رية المحياة، الرية الثانية قبل الرية الثانية، وقبل الرية الثالثة. أهم حاجة في الموضوع هو مكافحة الحشائش. يمكن هنا في تجربتي أنا الحشائش كتيرة جدا، الأرض مليئة برصيد من بذور الحشائش المختلفة، زي حشيشة الحندقاء اللي احنا شايفينها دلوقتي دي، أو بعض بذور نباتات الخص اللي كانت نامية في الأرض في زراعة سابقة. الحشائش يهمني إن أنا أعمل لها نقاوة يدوية في المراحل الأولى، لأن النبات بيبقى حساس وصغير الحجم. أما إذا كانت الحشائش كتيرة جدا، فأستخدم مبيد زي البرومينال بمعدل 1 لـ2 لتر للفدان لما يكون طول النبات حوالي 15 سنتي، بشرط إن الأرض يكون فيها نسبة من الرطوبة. في تجربتي أنا هنا لزراعة الكتان، نوع التربة أرض رملية صفراء بدأت تتحول من رملية إلى صفراء خفيفة. لما أنا زرعته سميته سماد كومبوست فقط لا غير، يعني كل النمو الجميل ده على سماد الكومبوست أو السماد العضوي، مفهوش ولا مرة سماد كيماوي. ده واضح إن النبات له احتياجات قليلة جدا للنمو بتكفيه، لكن لو أنا اديته معطياته من أو احتياجاته من السماد، أكيد كان هيفرق في الطول وفي كمية المحصول. ظاهرة الرقاد في نبات الكتان، وهو ميل النباتات للرقاد على الأرض. إيه أسبابها؟ يا إما صفة في الصنف،
يا إما توقيت الري ما كانش مناسب، رويت أثناء هبوب رياح شديدة، يا إما عملت مغالاة في التسميد الأزوتي اللي بيعمل ليونة في السقان بيسهل عملية رؤادها على الأرض، أو أكون أخرت عملية الحصاد. طبعا الرؤاد ده ليه أضرار كتيرة جدا، منها إن الكبسولات بتبقى غير ممتلئة، وبتزيد نسبة البذور أو الثمار دي الغير ممتلئة بكمية كبيرة مع الرقاد، الألياف بتبقى جودتها منخفضة، المحصول طبعا بالتالي بيقل في الكم والجودة طالما خف قلت كمية الثمار وقلت جودة الألياف. من الأمراض الفطرية اللي بتصيب الكتان لفحة بادرات الكتان، البياض الدقيقي، صدأ الكتان. أما الآفات الحشرية فأكثرها ضررا على الكتان هو حشرة المن ودودة ثمار الكتان. حصاد الكتان بيبدأ عندما تتلون الكبسولات الصغيرة دي اللي هي الثمار، شكلها زي الكرة كده بالظبط، باللون الأصفر الباهت، وما بنتظرش لغاية تلون السقان باللون الأصفر أو تساقط الأوراق من على الساق. بيبدأ الحصاد في الصباح الباكر، لما باجي أجمعه بجمعه حوالي في الثلث الأخير من شهر أبريل أو شهر مايو، يعني من شهر 4 لشهر 5 حسب ميعاد الزراعة، سواء أنا خدت الميعاد في مبكر في أول نوفمبر أو في نصف نوفمبر. بمسك قبضة من النبات وبعدين بلفها كده أهو، ألفها وأشدها من الأرض، تمام، أو أنزعها من الأرض، وبعدين أنظف الجذر أو القبضة دي من الطين وأحطها على الأرض بحيث الجذور تبقى في اتجاه والنباتات الثمارية والزهرية تبقى في اتجاه تاني، وبعدين بسيبها كده على الأرض لمدة 2 لـ3 أيام، وبعد كده أروح أقلبها على الناحية التانية عشان أضمن جفاف السقان، وبعد كده أربطها في حزم. لما بربطها في حزم ببتدي أوقفها، أو بنسميها عملية تكويش الحزم، في أكوام وتكون الكبسولات لأعلى عشان تتم عملية الجفاف بشكل متميز وجيد ولسهولة فصل البذور بعد كده. الثمار وصلت لمرحلة النضج عشان نجمع منها البذور. ده شكل النبات بعد ما اكتمل نضج الثمار. لو احنا فتحناها كده هنلاقي ده شكل البذرة. اهم حاجة ان انا لما احتفظ بالبذرة دي عشان استخدمها كتقاوي احفظها في اكياس ورقية مغلقة واكتب عليها تاريخ الانتاج، تاريخ انتهاء الصلاحية، وبعد كده اكتب عليها احفظها في مكان جاف بعيد من الرطوبة وبخار المية لحين معاد استخدامها وزراعتها في الموسم الجديد. الزيت المستخرج من البذور ليه رائحة مميزة جدا بتزداد مع التخزين. البذور بتحتوي كمان على 98% من مادة اسمها الليجنم، دي مضادة للسرطان، و 97% من الألياف، ومعاها كمان أهم حاجة هي أوميجا 3، ودي بتفيد في تقليل الكوليسترول وأعراض ما قبل الدورة الشهرية للسيدات والإقلال من الوزن لمن يرغب في عمل الدايت أو الرجيم لإنقاص الوزن والمحافظة على وزن الجسم. ده شكل نبات الكتان، رائع جدا في يوم جميل أنا بصوره. أتمنى إن الفيديو يعجبكم، وإذا عجبكم ما تنسناش بلايك وشير وسبسكرايب لقناة باقة أفكار مع الجمال الواضح ده لنبات الكتان. أتمنى لكم
الاستمتاع بالمشاهدة والاستمتاع أكثر بزراعة الجدان في المنزل كزهور زينة، والزراعة في الحقول، لأن الفدان الواحد بينتج شعر وبذور تبلغ حاليا ما يزيد عن 70,000 جنيه مصري. مع أطيب تحياتي ليكم دكتورة رؤية.